أخوتي أخواتي، السلام عليكم. تحية لكم كبيرة وكبيرة بزاف. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة كيف ما ديما إن شاء الله. اليوم كما كتشوفوا معي أخوتي، أجواء ممطرة بمدينة مدريد وبرد قارس كذلك كما كتشوفوا معي. دابا كما كتشوفوا البرد والشتاء، الانسان يلبس عليه مزيان على حسب البرد اللي باش ما ياذيش البرد. الله سبحانه وتعالى يرحمنا بهذا الشتاء، اللهم لك الحمد. نطلب منه انه يرحم جميع اموات المسلمين، واللي مريض الله يشافيه، الوالدين الله يحفظهم لنا ويطول في اعمارهم ان شاء الله. كما كتشوفوا انا صورت لكم السيتي اللي انا كنخدم فيه، وكذلك كنبغي نشكر الناس اللي تابوناو معنا في هذه القناه هذه، والناس كذلك اللي كانوا من قبل تنبغي نشكرهم حتى هما. كنتمنى كذلك انكم تابوناو معنا اكثر ان شاء الله. كما كتشوفوا الشتاء يا اخوتي، هذا مكان، وتنتمنى لك ان يعجبكم هذا الفيديو او هذا الدردشه معكم، انكم تبارطاجوا مع الاصدقاء وتدعمونا وتابوناو معنا في القناه.